قبل وشوية على الأحباب والأصحاب بعثت الخوي اللي في مرسيليا جاء واللي في ليبيا روح واللي في العسكر هذاك تو مريناش وعمل وفزع العرش نتاعنا قبل بشر سكنه بالثانية نتاعو وقال يا سيدي صادفوها نعملوها سهرية في سهرتين يا عمي قال اسمع نعملوا حرس عربي عندي في الثانية وحرس صادفوها سوري في المعمل نتاعي نتاع الجازوز نتاع الشرقية يا عمي قلنا له الناس اللي قلنا لهم في الهيلتون والاستدعاءات واش من الهيلتون هاي سكر صادي بو عليه فم خلي المعمل تاعي ولا انا نقعد المعمل تاعي اكبر من صادي بو الهيلتون ثلاث مرات لا تعطيناك التليفون هناك عمي هذا ياخذ شهور وكلها بالتليفون عنده ستة تليفونات منهم اخر موديل جابته مرته من تايوان قالوا اش بيها صادي بو هذا بلاش خيط اخي يخدم اش بيها الرباية هذه معمل قالوا لا الو الو او يخدم بجيب احنا غدوة الليل غدوة الليل لا 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 غدوة الليل لا لا مش في صادي بول هيلتون في الشرقية في المعمل بتاعي هاي هي معروف معروف لدريس ما سماش صادي بول دريس ماذا لدريس هاي لا لا تبع حس تبغى توجد موسيقى ذكر انا الاحلى وعمل لك مد الليستة في يد خويا ابو جمعة باش يدور عليهم واحد واحد خويا ابو جمعة كان يخدم في مرسيليا مع جماعة زيرية روح يتكلم بالزيري مسكر خلال الليسته من يده نتاع الاستدعاءات وبدا ما ثيك وخذ التليفون ما ثيك صاحبي راك عارف اللي صارت الواحد الفوضى فراف اللي زنبيت على الصلاه ما ثيك ابن عمي ما ثيك راك عارف اللي صارت الواحد الفوضى فراف اللي زنبيت على الصلاه ديالنا عاو يقول لك العرس راح نديروه في ليله النوع سي بافري راح يديروه في الوزينه ديالو لا درات لا دراس ما كانش دراس ورمتي روحك بالحسر كعرف السيد راهي مش لوروف هنا واش واش اه يا عم مسيك مدام مسيك مدام راكي عارفه اللي صارت لواحد الفوضى فراف اللي زنبي تاسيو ديالنا عامل عرس يقول لك راح نديرو في شرقيه ناصي فابري راح نديرو في الوزينه ديالو اه نعم عرفت معليش يا مدام راكي عارفه الو مسيك صاحبي راك عارف اللي صارت الفوضى فراف اللي زنبي تاسيو الو مسيك لوروف مسيك صاحبي راك عارف الو مسيك صاحبي راك عارف سيدي الو مسيك صاحبي راك عارف الو مسيك على بلاص مع السيك صاحبي راك عارف اللي صارت لواحد الفوضى فراف الو مسيك صاحبي مسيك سيدي مسيك صاحبي مسيك راك عارف سيدي اللي صارت لواحد الفوضى حتى حتى من لك عبد مسيك صاحبي راك عارف اللي صارت لواحد الفوضى فراف خلي زنبي تاسيو ديالنا مع روح لك ها راه يقول لك لازم لا درس ما كانش درس ما كانش ورطي روحك بالحسرك على فلسفة ونفيق ونفيق على صغاريت ونفيق على صغاريت وصوت عمي قال اشكون اشكون قال اشكون باش يوصل صادي فوق العروس للحمام قلت له انا عمي فكر علي صادي فوق فمك باش انت عروس توصل في روحك وينز بالعرات ومن لك وتكسل عليا كالطياب في الحمام وكالطياب امتعنا عاد وترفوا بواحد عويق الكيفي يا وخيال يدورك بشوية يخرب فيه بشوية لي بشوية لا يدورك عمو نعمل بشوية هيا عبت 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 بشوية زيدك عبت 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 بشوية ودي عليك هيدي بشوية كفريك دي رحمة دي عيقلي مزلت البركة قلت يزدي فيه البركة مالي يا عيس قوي بجيها ربي بجيها ربي اختاني يا عيس يزدي فيه البركة وخرجت من غادي وخرجت من الحمام وخرجت من الحمام يا عبد ربي يمشي معوز عروس دي تدخل نتاعو يمشي هك عروس دي تعويشه خايبه عروس يمشي هكا يا رسول الله حدك جيت تمشي هكا ما نمشي هكا عروس بك الحاله ذيك وعمل لك وشتني عبد وشتني الحجام شدني الحزام قال لي اسمع اسمع يا ولدي تعرف الزهر شنو ادواها قلت عايشك حزم اسكت انت يا قال لي هذه مثلا ما تلعبش بيها يا ولدي الزهر اللي تدخل ما تلعبش بيها لو الزهر اللي تدخل اساس يا ولدي يا ولدي عايز قلت انت حزم اسكت انت اسمع قال لي كان تشوف واحد يكتلك قلت والله تقوم تكتل عليك انا هكاك ودخل خويا العجمي وجهه اصفر وعروقاته شرتله قلت شويك شويك قال لي ريت شنو اللي ريت قال لي مشينا باش نهزو بيت النوم من عند النجار هاي قال لي لقينا عمل بيت صالح ها